الاحساس ديالي رائع في هذا يعني في هذا لوثنتيك فاشن شو، انني تلاقيت مع الجمهور الطنجاوي والشمالي اللي شحال هذه ما شفتو. التجاوب كان رائع وشكرا لكم حيت جيتو، وانا دائما سعيد نكون في افراحكم ومناسباتكم. شكرا. ما يستاهلني، الحمد لله كتحقق نجاح وكتصدر التوندونس لاكثر من اسبوع، فهذا شيء كيشرفني. وكنشكر كاع الناس اللي عجبتهم الاغنيه وبارطاجاوها مع اصدقاء ديالهم. شكرا على خدمتكم عليا، وان شاء الله مزيد ان شاء الله من الاغاني الزوينه جايه في الطريق. شكرا. كلمه اخيره للجمهور، كنقول لكم كل عام وانتم بخير وسنه سعيده، والله يبعد عنا هذا الوباء، والله ينصر سيدنا، والله يخلي لنا بلادنا. اليوم انا متواجد هنايا في مدينه طنجه مع هذا الجمهور الزوين في اطار التظاهره الكبيره ديال لوثنتيك فاشن شو في الدوره ديالها الاولى، وجد سعيد انني نكون حظيت بشرف تقديم هذه الدوره هذه، واللي كانوا فيها بزاف ديال المصممين المتميزين اللي قدموا اعمال زوينه بزاف وداروا يعني ابداعات جميله في القفطان المغربي. القفطان المغربي كنأكدوا على القفطان المغربي لانه كاين بزاف ديال الناس اللي ماسكي سميتي فوالا، ولهذا الحمد لله المغرب دائما متميز بالابداعات سواء في القفطان سواء في بزاف ديال المجالات. فكنتمنى بانه هذا الحفل يكون لاعجاب الناس ونتلقى بالجمهور المغربي قريبا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.